المصير واحد، ما في مصير لأمارة ومصير لأمارة أخرى، أو مصير لفرد وأفراد والآخرين لهم مصير آخر، أبدا المصير واحد. مبدئيا اسمي نهى بهاء يونس، وانا مهندسه معماريه من اسكندريه، من مصر ام الدنيا. رحله كفاح بقى اكتر من، خلينا نقول حاجه وعشرين سنه عشان ما بينش نفسي كبيره قوي. وطبعا ولدت في اسكندريه في جمهوريه مصر العربيه، وجيت الامارات يمكن من اكتر من حوالي 20 سنه تقريبا ان شاء الله. والله كاريزما كان حلم بالنسبه لي، يعني جميل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين انه وفقني لاختياره، وكان الاسم اللي اختاره بنتي. كنا قاعدين مره وقالت لي ماما انت لازم يكون عندك مشروع وبزنس خاص ليكي، وانا هسميه كاريزما، لانه انا الحمد لله رب العالمين من الناس اللي بحب كل حاجه مميزه في كل حاجه، يعني في سواء في حاجاتي الشخصيه او ليه مع أهلي أو جيراني أو أصحابي أو معارفي، فدايماً بحب أختار المميز، ودايماً أحب أختار الكاريزما. فسبحان الله جت اسم كاريزما، وده يعني ما كانش من بعيد، ده كان يمكن من بنتكلم في سنة تقريباً. الحلم كان أكبر من سنة بكتير، ولكن يعني تقدر تقول إنه ابتدى بشكل فعلي ورسمي من سنة. كاريزما اولا واخيرا هو عمل يدوي بماتيريالز خاصه بيتم اختيارها بعنايه ودقه مميزه، وده مش بعيد عني من زمان، لانه انا اوريدي ديزاينر، يعني انا مهندسه معماريه، فانا بحب اوريدي كل انواع التصاميم وكل ما هو هاند ميد، فهو شيء مميز جدا وراقي بالنسبه لي، فساعدني جدا ده من اختصاصي اوريدي كمهندسه معماريه كانتيريور ديزاينر على اختيار التصاميم الخاصه بكاريزما ودقه توصيفها، ان انا بيتم رسمها، بيتم تحديدها مسبقا، وبعدين ببدا ادور على الماتيريال اللي المفروض اشتغل بيها. كاريزما في العموم تخص كل الهاند ميد، يعني هاند ميد كرافتنج، هاند ميد جولري، هاند ميد باجز، اي حاجه تخص شغل الايدي العامله زي ما بنقوله، او صنع الايدين، الحاجه المصنعه بايد بتكون مصنعه دايما بحب. البدايات كانت عشقي للمواد الخام، فانا من اشد المعجبين بالمواد الخام زي الاحجار الكريمه او الفضه او النحاسيات، فبدأت أكون إن كل ده أنا عايزة يتصب في حاجة واحدة أو مكان واحد اللي هو اسمه كاريزما. فبدأت أنتقي بعض الماتيريالز وإن أنا أبحث عنها، يعني ما كنتش بروح في أي مكان أجيب أي خامة معينة هي دي اللي هتساعدني في التصميم بتاعي أو التشكيل بتاعي. ببدأ أحط تصور بسيط جدا للتصميم، ويبدأ يكبر معايا فترة بفترة لغاية لما بيكتمل التصميم النهائي في الآخر، عن طريق ان انا اجمع كل الماتيريال دي في قطعه واحده، وستيب باي ستيب قدرت اكون
كولكشن ورا التاني لغاية لما الأمور تكون بشكل لائق. يعني الحقيقة يعني التشجيع كان رائع ومميز جدا من كل اللي أنا أعرفهم، وهم كانوا سبورت بالنسبة لي يعني جدا، ويعني كل قطعة كنت بعملها حتى كانت صغيرة كنت بلاقي فيها استحسان كبير جدا جدا. ده اللي شجعني أن أنا أستمر وأكمل بكولكشن ورا التاني. فالحمد لله رب العالمين. يعني في خلال السنة مش هقول أن أنا يعني كسرت الدنيا، ولكن أنا راضية جدا عن اللي أنا وصلت له حاليا الحمد لله رب العالمين، لأنه دايما النجاح بيبتدي بخطوة واحدة، والحمد لله أنا عملت خطوات كتير مش خطوة واحدة بس. فأنا حاسة الحمد لله وأنا ممتنة جدا للي أنا وصلت له حاليا. بقى فيه كلاينتس مميزين، عملاء مخصوصين بيجوا يسألوا عن كاريزما من أنحاء الدنيا على فكرة، يعني ما شاء الله هنا في الإمارات زمايلنا وحبايبنا كتير جدا من المواطنين بيسعوا لاقتناء قطع من كاريزما، بالإضافة طبعا لجميع الجنسيات اللي موجودة، العرب والغير العرب على فكرة، يعني ناس كتير جدا غير ناطقين بالعرب هم بيحبوا اللي هم القطع المميزة الفريدة اللي بيلاقوها في كاريزما، فبيدوروا على القطع اليونيك. فقدرت أوصل لكندا، قدرت أوصل لأمريكا من زمايلنا وعائلتنا وحبايبنا كلهم الموجودين، فكله بيشجع وكله حاسس إن الأمور ما شاء الله من تميز لتميز بإذن الله. الحقيقة في كاريزما أنا بحب التميز عن طريق الحضارات، يعني دايما يعني الأشياء الحديثة أو الجديدة طبعا مطلوبة، ولكن دايما بنرجع للقديم أو نرجع للأشياء الأثرية أو الأشياء المعتقة دايما فيها باتين بنسميه، فالقطع بتاعتي دايما بتكون مميزة من النقطة دي. الاختياري النحاسيات هي النحاسيات الأصلية زي ما هي، زي النحاس ما بيطلع زي ما بيحصل تبتينه، أو بمعنى إن إحنا بنضيف له مثلا أشياء ممكن ترجعها للحضارة أو الأثار بتاعته القديمة. الفضة نفس الكلام، الفضيات الحديثة اللي بتكون منورة وبتلمع دي راقية جدا وجميلة قوي قوي، وفيها أشكال وبسعى ليها كمان، ولكن هتلاقي في كاريزما الأشياء المميزة اللي فيها برضو الحضارة القديمة. في عندنا الحضارة الفرعونية طبعا لو اشتغلنا عليها هنطلع أشياء رائعة رائعة كثيرة جدا، في حضارات كثيرة جدا، ولكن التبتين والشغل الأنتيك بنسميه شغل الأنتيك هو ده اللي بيميز كاريزما عن أي شغل تاني. الحاجة التانية اللي بتميز كاريزما التفرد أو القطعة الواحدة اللي هي وان بيس، إنه السيدة بتدور على شيء مميز وبالتالي بتحب إن هي تنتقي قطعة فريدة من عالم المجوهرات هي الوحيدة اللي تكون لابساها، وده شيء بيميز أي سيدة عن التانية. فمن النقطة دي برضو أنا حبيت جدا أكون من يعني رائدة في كاريزما، إنه أي حد بيدور على قطعة فريدة واحدة من نوعها بيلاقيها إن شاء الله عند كاريزما. الحقيقة يعني التشجيع كان رائع ومميز جدا من كل اللي أنا أعرفهم، وهم كانوا سبورت بالنسبة لي يعني جدا، ويعني كل قطعة كنت بعملها حتى كانت صغيرة كنت بلاقي فيها استحسان كبير جدا جدا. ده اللي شجعني ان انا استمر واكمل بكولكشن ورا التاني. فالحمد لله رب العالمين. يعني في خلال السنة مش هقول ان انا يعني كسرت الدنيا، ولكن انا راضية جدا عن اللي انا وصلت له حاليا الحمد لله رب العالمين، لانه دايما النجاح بيبتدي بخطوة واحدة، والحمد لله انا عملت خطوات كتير مش خطوة واحدة بس. أحب وأشد بلادي، هواها غامض
أكيد من موقعي ده وباسمي وباسم كاريزما أنا بشكر من قلبي دولة الإمارات الكريمة العزيزة إماراتنا وكل شيوخ الإمارات، لأنه وفروا كل الحب، الشعب كله متحاب ما شاء الله، سواء وافدين أو سواء مواطنين، كلهم قلب واحد، كلهم على حب واحد، وأي حد بيحصل له أي مشكلة بسيطة بتلاقي كل بيقف وكله بيساعد وكله بيدعم. كم الحب والقوة والقدرة أنا شفتها في خلال السنة، يعني هي مش مدة كبيرة جدا، ولكن في خلال يعني مسار حياتي كله العشرين سنة اللي متواجدة فيها في دولة الإمارات، يعني الحمد لله رب العالمين كانت أكتر من رائعة على الأمن والأمان والقدوة اللي الواحد بيشوفها. الله يحفظهم ويبارك فيهم ويجعلهم دايما سند لينا والأولادنا وأحفادنا إن شاء الله. شكر كبير قوي قوي، هو مش شكر يعني، هو امتنان، هو فضل لأمي الله يرحمها، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب. هي كانت فنانة وكانت بتدعمني بكل شكل من الأشكال، أنا أخذت منها موهبة حب الفن في العموم، تنسيق الألوان، اختيار الماتيريالز. هي كانت بتشتغل لبيتها لأولادها، ما كانتش بتعمل أي حاجة خارجية، ولكنها كانت فنانة. فهي كان حلمها الكبير ان انا يكون عندي بيزنس خاص، وهي ما كانتش عارفه ده ازاي، لان هي كانت شايفاني الحمد لله رب العالمين مهندسه متميزه متفوقه، فده كان مجالي والحمد لله انا ما زلت حتى الان، ولكن كانت نفسها ان انا اعمل، او طموحها او حلمها ان انا يكون لي عندي حاجه خاصه بيا. فطبعا الله يرحمها ويا رب تكون هي فرحانه بيا دلوقتي، وان شاء الله من نجاح لنجاح. طبعا مش هنسى زوجي، وقف معايا ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، قدم وساق، التسهيل كل أي شيء أنا بقابله طبعا ما كنتش هقدر أوصل لنجاح ده من غيره. وعائلتي طبعا الجميلة الصغيرة، بنوتي الجميلة هنا من يعني من الداعمين والمشجعين، وهي ما شاء الله كمان فنانة بتساعدني بخطوة بخطوة معايا على إيدي، وإن شاء الله أنا يعني شايفة لها مستقبل باهر بإذن الله. شكر واجب من قلب كاريزما للدكتورة علا حبيبتي وأختي وغاليتي، كانت إيد بإيد وما زالت من أول ما ابتديت كاريزما ومن قبل كمان ما ابتديت كاريزما، ما شاء الله ما سبتنيش لحظة، كانت السبورت والدعم القوي خطوة بخطوة لكاريزما. شفنا مع بعض كتير أيام حلوة وزيها كمان أيام صعبة، ولكن هي كانت سبورت قوي قوي بالنسبة لي، كانت إيديها معايا خطوة بخطوة في كل نجاح وفي كل ثغرة، والحمد لله رب العالمين. أنا من مكاني بحب أشكرها شكر واجب من قلب للقلب. طبعا كل أهلي وأصدقائي اللي شجعوني ما سابونيش دقيقة، وبفرحوا لفرحي وبزعلوا لزعلي، كانوا سبورت كبير جدا جدا، فكل الشكر والامتنان لكل الناس. وكلمة أخيرة، إن كاريزما حابة أنها تكون تطفي روح السعادة والحب لكل سيدة بتحب التميز، يعني هي شيء مكمل، لما يعني يكون عندك اكسسوري او قطعه فضه او شنطه مميزه هو نوع من انواع التميز، ولكن مش شيء اساسي. فاللي بيوصل اللي يعني بتدي حاجه بحب بيوصل لك بنفس الحب، فاتمنى ان كل الناس يوصل لها الحب ده بشيء متميز وفريد باذن الله. كوليكشن عشق هو كوليكشن أحجار كريمة هاند ميد، طبعا من فريق العمل فريق كاريزما، وكانوا معظمهم من المهندسين والفنانين وأساتذة في الجامعة، شكر واجب ليهم طبعا أكيد. كوليكشن شغف من الكوليكشنز المميزة للحقائب الرسم اليدوي الهاند ميد، وطبعا كل الشكر للفنانة الجميلة الراقية أستاذة شيرين عبودي والجروب لتوال.
يسمو إلى الأمجاد شامخا فوق الهامات. نحن بلد وحده الأجداد تحت راية دولة الإمارات. نحن وطن يسمو إلى الأمجاد شامخا فوق الهامات. نحن بلد وحده الأجداد.